ذبذبات الصحراء هي تظاهرة شبابية كما حكينا عليها، معناها انطلقنا في العمل عليها من 2013. التظاهرة ذي حبينا من خلالها معناتها نبينوا الموارد والموروث الموجود في ولاية إقبيل، ومنها باش نبعثوا من الولاية بدعوة للسلام من جبل طباقة، جبل هذا اللي يعبر على رمزية في ولاية إقبيل وفي تونس ككل. هو معرض باش يضم تقريبا كل الموارد الموجودة في إقبيل من موارد منجمية طبيعية ثقافية سياحية فلاحية تمور ومعناها أنواع التمور، معرض متاع الموارد الجهة موجودة في الجهة الكل. 25-26 فيفري 2017 كما قلنا من جبل طباقة. نهار 25 ومعناها توجد معرض أنا هركها في بالي أنا بس نمشي. احنا جيبوا لك